من القصص العجيبة اللي قرأتها ومرت علي، قصة فتاة كانت تعشق شابا، وكانوا يعيشون في قرية، وكانوا متعلقين ببعض بشدة، وكانوا يختلون ببعض، ويكون منهم بعض ما يكون بين العشاق، وكانوا يأملون أن يتزوجون ببعض، هذا المؤمل أن يفعلونه فيما بينهم. وكان هذا الشاب فقير، وكانت المرأة تقول: أنا أعشقك والله مهما يكن، سأعيش معك على شغف العيش مهما يكن، وسأصبر وسأصبر، هذا اللي كانت تقول. لكن حصل في القرية شيء عجيب وجديد، وهو أنه أتى للقرية شاب ثري وسيم، واستقر في نفس هذه القرية، واشترى في نفس هذه القرية بيت ضخم كبير مثل القصر، وكان غير متزوج، وكان يبحث عن فتاة. هنا تغيرت الأمور، وهنا الفتاة راودها الشيطان: أتزوج هذا الفقير الذي منتف، أو أتزوج هذا الثري؟ والمرأة تضعف غالبا أمام المال، وكانت هي مغرورة بحسنها وجمالها، ولكن كيف تتخلص من الشاب الفقير، خاصا عند هذا الشاب كل فضائحها وأمورها الخاصة؟ فانظروا كيف دهاءها. فكرت فكرة شيطانية مجرمة، راحت لعشيقها القديم وقالت له، طبعا تبكي بدموع التماسية. قال: إيش فيك؟ قالت وهي تبكي: أهلي سيزوجوني رجل غيرك، وأنا والله قررت قرار لن أتنازل فيه. قال: إيش قررت؟ قالت: بقتل نفسي، سأقتل نفسي. المهم الشاب على نيات تحاول يهديها، قالت: ما فيه، قاتل نفسي، قاتل نفسي يا ابن حلال، والله ما أقدر من دونك. قالت: نقتل أنفسنا مع بعض. المهم ما نجح. قال: كيف نقتل أنفسنا؟ قالت: نروح للبئر الفلاني، بئر عميق جدا. قالت: مثل ما حينا مع بعض نموت مع بعض، ما نعيش بهالحياة، مستحيل أعيش واحد بدون. وفعلا راحوا للبير، وقفوا على حافة البير، قالت: أبعد واحدة لثلاثة، إذا عديت ثلاثة نقفز مع بعض، واحد اثنين ثلاثة. وصدق المسكين وقفز، وهي انقفز وقفت طبعا ما قفزت، حتى تأكدت وهي صرخ، حتى سقط في البير ومات. ورجعت للقرية، وراحت للغني الشاب، وسحبت فيه زي العادة زي طريقته، ثم بعد ذلك تزوج وأنجبت، كان ولده هنا قبل شوي، ولده ما أدري والله. لذا قال المتنبي: إذا غدرت حسناء وفت بعهدها، فمن عهدها ألا يدوم لها عهد. السلام عليكم.